مساء الخير جميعا. نلتقي فيكم اليوم بافتتاح الاجتماع الرسمي 15 لنادي روتري عمان عمون. طبعا اليوم احنا بشرفنا كثير وجود عدد كبير من الانديه الروتريه معنا. اهلا وسهلا بجميع الزملاء. رح يكون اجتماعنا مشترك وبضيافه طلال ابو غزاله. مساء الخير للزملاء. الاعلان تبعنا هو رح يكون عن البوليو ووك او المسيره لشلل الاطفال. طبعا بعض الزملاء بيعرفوا عنها اوريدي او بيعرفوا الامور المبدئيه. التفاصيل كالتالي: راح تكون يوم السبت 3 نوفمبر الساعه 8 صباحا تجمع في مدرسه الانترناشونال كوميونتي سكول الاي سي اس. المسيره هي تنظيم مشترك ما بين انديه الروتري والاي سي اس. راح تنطلق من حوالي الساعه 8 ونص باتجاه ايكيا. الاند بوينت هو ايكيا. المشاركه 7 دنانير وحتكون حنعلن التيكتس موجودين على كراسي.com وحنخبر رؤساء الانديه كيف بيقدروا يجيبوا التيكتس. ريع المسيره كامله راح يروح للبوليو بلس فند اللي بتبرعه لانديه الروتري بالعالم. فبنتمنى من جميع الانديه وضيوف الانديه مشاركه كثيفه لكم ولعائلاتكم. المسافه مش كثير كبيره، حوالي 6.5 7 كيلو تقريبا. وراح يكون بنهايتها في ريفرشمنتس وايكيا سبونسرينج سم ريفرشمنتس اند ميلز. فان شاء الله بنحب نشوفكم كلياتكم واهلا وسهلا. نطلب من الزميل وفائي رئيس نادي عمان كابيتال بالقاء برضو بعض الاعلانات. شكرا سيدنا. برحب مره ثانيه بسعاده الدكتور طلال ابو غزالي. بالنسبه لنادي روتري كابيتال عمان في عندنا اعلانات اثنين. بالنسبه لمشاريع بشهر 10 في عندنا مشروع مهم ب 26/10، وبطلب من الجميع اذا بالامكان يحضروا معنا، اللي هو يوم طبي مجاني بمدرسه السويم الشامل للبنات. وهذا المشروع بالفعل اول مره بنعمله بالتعاون والاشتراك مع نادي لايونز الرايه، فهي كانت جاي اشتراك ما بين الجمعيات التطوعيه. بده يكون في دكاتره وبنجيب معدات طبيه وشغلات زي هيك، فبطلب من الجميع انه يشاركونا بهذا الاحتفال يوم 26/10، بكون يوم جمعة. المشروع الأهم بالنسبة لنادي روتري كابيتال عمان اللي هو مشروع كيب جوردن كلين، لنبقى الأردن نظيفا، اللي هو هذا بده يكون ب 10/11/2018 يوم السبت. وبتزامن هذا المشروع مع الكونفنشن تبع الزون بالبحر الميت. فهذا المشروع هاي خامس مرة بنقوم فيه نادي كابيتال، وراح يكون في تجمع كبير من الطلاب من كثير من الجمعيات. فكمان هاي برحب من الجميع انه اذا بالامكان يكون معنا عساس نخلي ارض الاردن نظيفه وبحر الميت والشواطئ تكون نظيفه. شكرا لكم. الزميل الرئيس السابق رامي شعبان، بس اعلان بسيط عن الكونفرنس، الزون كونفرنس. مساء الخير جميعا. هو الاعلان بسيط بس لمؤتمر كبير مش بسيط. رئيس سابق سوزان، شكرا اول شيء لتحت الفرصه اني احكي عن مؤتمر يعني بيجي وانس ان ا لايف تايم مثل ما بيحكوا بالاردن، وهو على مستوى الزون. تعرفوا انه في ديستريكتس وفي زونز، في 34 زون بالعالم للروتري. الزون تبعنا بضم 25 دولة، فهذا مؤتمر كبير جدا ليجي للأردن. ما عمره إجا قبل على الدستريكت تبعنا. راح يكون في البحر الميت بالكونفنشن سنتر لمدة 6 أيام، أول 3 أيام تدريب للمحافظين القادمين لكل الدستريكت اللي تابعة للزون. يلي بعده في يوم في روتري انترناشنال روتري فاونديشن سيمينار وممبرشيب سيمينار اللي راح تكون للدستريكت تبعتنا ضمن هذا السيمينار، ويومين للانستيتيوت. يعني يوم الخميس الافتتاح بيكون يوم الخميس الساعه 5 مساء 7 مساء اسف بحضور سمو الامير الحسن راعي المؤتمر، ويلي عشاء. بعدين يومين الجمعه والسبت في محاضرات قيمه جدا عن الروتري واهميه الروتري وال كل البرامج للروتري والشغلات الجديده اللي بتصير على مستوى هذا. في حضور 3 رؤساء دوليين للروتري انترناشونال، وهذا حدث مهم جدا انه يجي يحضروا. بنتمنى طبعا احنا عم نحكي في الاردن، عم بيصير في الاردن، فبنتمنى يكون في حضور اردني
من الروتاريانز وغير الروتاريانز ودعم النوادي كلها لهذا المؤتمر، لأنه مؤتمرنا في بلدنا، نعطي وجه مشرق للأردن. فبتمنى من الجميع أنهم يسجلوا الطلبات معي، الكريدت كارد مشين معي، عملنا أسعار خاصة جدا للأردنيين، وبنقدر تتفصل أنه بده يحضر بس عشاء أو بس غداء أو بس المؤتمر أو بس أي يعني منفصلة كلياتها، مش زي الضيوف اللي جايينها من برا. الحضور من 25 دولة مثل ما حكيت، وبتمنى من الجميع أنهم يحضروا ويسجلوا معنا ويدعمونا في حضوركم معنا، وشكرا. دكتور طلال بدوش عزيمة تجي دعوة رسمية يعني الدكتور طلال أنه يكون معنا، وإن شاء الله بيقدر يدعمنا كمان هو بجهوده. شكرا دكتور. نطلب من الزميلة الرئيس السابق على المصري قراءة السيرة الذاتية للضيف. أصدقاء أندية الروتري، الزملاء الروتريين، ليس من السهل تقديم قامة كبيرة مثل سعادة العين طلال أبو غزالي. هو صديق الأندية الروترية ومنذ زمن طويل، وقد استضافته الأندية الروترية في كثير من الاجتماعات السابقة، وقد أغنانا بكثير من المعلومات القيمة. ولكن لمن لا يعرف سعادة الدكتور طلال أبو غزالي سعادة العين، أو لمن يحب أن يعرف أكثر، فسنقرأ المعلومات الرسمية كما أتتنا من مكتب سعادة العين طلال أبو غزالي. لو الخط أصغر شوي بتعرفوا أنا يعني مرة بالسنة بلبس النظارة. طيب، ولد سعادة الدكتور طلال أبو غزالي في 22 نيسان عام 1938 في مدينة يافا. هو رئيس مجموعة طلال أبو غزالة. أي سنة؟ 38. لسيد أبو غزالة اهتمامات وإسهامات واسعة في مجال الخدمات المهنية والملكية الفكرية والتعليم والاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات. وبإلقاء نظرة سريعة على الأدوار القيادية للسيد أبو غزالة، يظهر لنا تاريخ طويل ومحفز من العمل مع مؤسسات ومنظمات تطوير وتنمية دولية تتصل بالأعمال ومشاريع أعمال تتسم بالتفكير الاستشرافي في العالم العربي. فقد أسس شركة ربحية خاصة متعددة النشاطات والاختصاصات، مهمتها ورسالتها المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي. كما ترأس السيد أبو غزالة منصب رئيساً للتحالف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية، ويترأس حالياً منصب رئيس التحالف العربي للصناعات الخدمية وعضو لجنة منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحديد مستقبل التجارة. يعني هذا باختصار شديد، ولكن لو أردنا أن نورد كل المعلومات التي تختص بسعادة السيد أبو غزالة نحتاج إلى ربما ساعة من القراءة. فتاريخه حافل، ونحن فخورون بأنك معنا هذه الليلة. شكرا. على فكرة هي البيو 25 صفحة، فهذا اختصار شديد. بس قبل ما تبدأ سعادتك، نطلب من الزميل رئيس نادي متروبوليتان وائل عكلوك باختصار شديد يعطينا معلومات قصيرة عن الروتري. مساء الخير. سعادة العين طلال أبو غزالي، شرفتنا في هذا الاجتماع الحضور الكريم. من أحب المواضيع اللي نتحدث فيها هي مواضيع عن الروتري. الروتري زي ما أنتم عارفين منظمة عالمية تطوعية بتضم أكثر من 1,200,000 عضو. إحنا أكثر من موجودين بأكثر من 200 بلد ومنطقة جغرافية، ومن متواجدين بأكثر من 35,000 نادي. الروتري زي ما أنتم عارفين بأكد دائما على المعايير الأخلاقية العليا، وبشجعنا على السلام وعلى النية الحسنة. من جمال الروتري لما بيسأل الكل شو الخدمة اللي بتقدموها أنتم للمجتمع، أو شو عم تسووا أنتم كروتري. احنا الروتري بشجعنا على الخدمة على 5 مستويات، على السريع راح احكيهم خلال دقيقتين او اقل مش اهم. الخدمة الاولى هي خدمة النادي. احنا من خلال خدمة النادي زي ما اليوم عاملين نادي عمان عمون، مستضيفين متحدث وضيف كريم، احنا اليوم عم نوطد الزمالة الروترية وعم نتعلم وناخذ ثقافة. هذا بسموها خدمة النادي، مثال عليها.
الخدمة التالية اللي بشجعنا عليها الروتري هي الخدمة المهنية. من خلال مهنة بيطلب منا أنه نتعامل فيها بحرفية وبمعايير أخلاقية عليا، وحتى في بعض الكثير من الأعضاء بيقدموا خدمة مجانية زي دكتورنا بالنادي أسامة مسنات، عيادته هذيك المرة استقبل أعضاء، استقبل ضيوف وناس مقل محتاجين وعملهم عمليات على حسابه الخاص لأنه بحب يشجع، بحب الخير. الخدمة الثالثة هي خدمة المشاريع وخدمة المجتمع. إحنا من خلال المشاريع اللي بنسويها لمجتمعنا عم نقدم خدمة، زي بدي أجيب مثال خدمة المشروع اللي بنسويه مثلا مشروع جولا اللي هو الأطفال المولدين حديثين الولادة وعندهم تشوه بالقلب. الروتري أكثر من 300-400 عملية صار عامل لهذول الأطفال ومرجع الحياة لهاي الأطفال ومعطيهم روح وإيمان جديد في الحياة. الخدمة الرابعة اللي شجعنا عليها الروتري وعم نسويها هي الخدمة الدولية. إحنا لما بنتبرع على المؤسسة الروترية بنكون تقريبا كل مشروع بالعالم عم بيصير بدعم الروتري بنكون مساهمين فيه. وكمثال مشروع مكافحة شلل الأطفال، إحنا معظم الأندية الروترية تبرعت للروتري، وهذا المرض اللي كان بسنة 85 بيقضي على 350 ألف طفل بهذا المرض. الحمد لله نحن محتفل السنة هاي إنه 3-4 حالات كل موجودة في كل العالم. الخدمة الأخيرة اللي بشجعنا عليها الروتري ونحن عم نتميز فيها إنه بشجعنا على بناء جيل جديد، وبشجعنا على الشباب إنه نهتم فيهم. مشان هيك في أندية بسموها روتر أكت وأندية روتر إنتر أكت، وهذول الأندية كلها نحن بنعلمهم الروح القيادية، ونعلمهم التواصل، ونعلمهم شو معنات إنه تكون الخدمة فوق الذات. هذا هو الروتري، وشكرا لكم. سعادة العين طلال أبو غزالي، مساء الخير. هاي واحدة من المشاكل اللي سيحلها الارتفيشال انتليجنس. نصير لما نيجي على المايك، المايك لحاله بجلس على طول الإنسان اللي عم بيتكلم. ولذلك حب أقول إنه إحنا كتير مقصرين في متابعة ثورة المعرفة في العالم، وإن شاء الله الشهر القادم سيصدر مني كتاب كيف سيعيش البشر والدنيا، كيف سيكون العالم في عصر في ثورة المعرفة. كل شيء في الدنيا حيتغير، خصوصا في موضوع الأدوات وذكائها. فبصير مثل ما قلت المايكروفون بصير ذكي، بس أنا أقرب لحاله بطلع. باب السيارة ما بفتحه، بيفتح لحاله لما يشوفني جاي. أشياء أكثر بكثير من هيك ستغير في ذكاء الأشياء وفي ذكاء البشر. أيضا الإنسان سيصبح هنالك إنسان أكثر ذكاء بتكوينه الجسدي، وأكثر ذاكرة، وأكثر عمرا، وأقل مرضا. يعني حيصبح في العالم في نوعين من البشر، البشر المتقدمين والبشر المتخلفين، مش علما ولا ثروة ولكن قدرة طبيعية. وهذا موضوع كتير خطير. كتابي مش للبيع، للتوزيع مجانا، مش عم بعمل عملية تسويق. الكتاب كتبته لنشر المعرفة، وهو الآن تحت الطباعة. إن شاء الله الشهر القادم بيكون موجود كإهداء لكل من يريد أن يعرف كيف راح يعيشوا أولادنا وأحفادنا في عالم مختلف كليا. أنا كان الحظ من 30 سنة أني قعدت على بانل زي هاي مع بيل جيتس، وكنا نتحاور مع الجمهور. فقلت له سؤال، إذا بتوصف بكلمتين مستقبل العالم، قال لي artificial intelligence. هذا قبل 30 سنة. الآن في حوالي 67 ألف عالم بيشتغلوا على artificial intelligence بأمريكا فقط، وحوالي 8000 عالم في الصين بيتكلموا عن كيف سيكون تأثير artificial intelligence في التعليم، في الحكومة، في الأرض، في الميكروفون، في الكمبيوتر، في كل شيء في حياتنا. رح نوصل لمرحلة أن الأدوات تحكي مع بعضها بسبب الانترنت أوف ثينجز، واللي هي أحد إنتاجات الثورة المعرفية.
الانترنت اللي بنستعملها هي الاستعمال البشر. الانترنت القادمة في أقل من 10 سنوات الـIoT Internet of Things ستكون لأغراض التعامل مع الأشياء، والكمبيوتر تبعي راح يستعمل هو الانترنت مش من دوني، وكل شيء في الدنيا بنستعمله المكيف راح يحكي مع الانترنت مع مكيف تاني. يعني احنا عم نحكي عن شيء مش خيال، وحتى لو انه خيال هو حقيقة، لانه هنالك حكمة اؤمن بها وكلكم بتلاحظوها اذا بتحاولوا تسترجعوا التاريخ، كل ما يستطيع العقل ان يتخيله هو حقيقة، فقط تنتظر التنفيذ، لا يجي وقتها من تطوير كيفية تنفيذها. ليس هنالك شيء في الدنيا تستطيع أن يتخيل عقلك إلا قادر للتنفيذ. أنا مش عم بحكي موضوع ما لهش علاقة في الدعوة اللي أنا جايها، أنا الآن الدعوة موجهة لدور المرأة مش هيك في تربية الأطفال، هذا اللي بدي أحكيه. الآن إحنا المرأة والرجل، أنا مش مرأة أنا رجال، وعندي 9 أو 4 أولاد و9 أحفاد، يعني ما ثبت إني أنا رجل مش مرأة. بس الحقيقة إنه سواء الرجل أو المرأة أنا في نظري عنده مسؤولية واحدة، إنه يطلع أولاد معرفيين، بس ما عندي دور إلا أنتج جيل معرفي. أنا سمعت برنامج سخيف جدا على BBC صار لهم 2 يوم بيحكوا فيه عن الإدمان على استعمال الإنترنت من قبل الأطفال. إدمان؟ شو يعني إدمان يعني؟ كيف إدمان؟ يعني مثل ما مرة كتب لي أحد الوزراء هم في الدولة إنه نما إلى علمنا أنك تتعاطى التعليم الرقمي. تتعاطى. قلت له أؤكد لك أننا نتعاطى التعليم الرقمي مش نما إلى علمك، وإذا عندك اعتراض تفضل معي على المحكمة، خلينا نشوف إذا أنا عم بتعاطى شيء ممنوع ولا مضر من نوع الإقمار أو المخدرات أو شو ما بدك. أصبح الآن التعليم الرقمي حقيقة. هذا الكلام كان من 10 سنين، من حوالي أقل من 10 سنين ألقيت محاضرة في شومان وقلت أنه سينتهي الكامبس في الدول. إحنا عندنا أهم شيء الحرم الجامعي، وكلمة حرم مش موجودة إلا في الأمة العربية، بالدول اسمه كامبس اسمه ملعب اسمه أي شيء، بس إحنا حرم. شو حرم؟ ولازم يكون في سيكوريتي وبدك تفتش وتدخل. رحت ألقي محاضرة أنا بهارفارد، ما عرفتش وين بناية هارفارد، ما فيش إلها مدخل، في شارع بتطلع منه في عدة بنايات، واحدة منها لـMIT واحدة منها لهارفارد، ما في كامبس ولا في حراسة ولا في شيء. فقامت سيدة موجودة ما زالت قالت انت عم تقطع بتقضي على مستقبلنا، احنا كنا نلاقي شريك المستقبل في الجامعة في الحرم الجامعي. قلت لها لا بالعكس، انا بدي اوسع لك الاوبشنز تبعيتك، بدل ما يكون افقك محدود بـ30 اردني عندك الياباني الاسترالي الاشقر الاسمر من دول افريقيا، نقي اللي بدك اياه، لانه صار مجالك في الفيرتشوال وورلد اوسع من المجموعه المحدوده اللي هي نحن. انا اللي بحكي فيه انه مسؤوليتنا كلنا، لانه نحن في خصوصا واحد مثلي في عمر الـ80، انا مسؤوليتي كيف اني اضمن ان يكون لي دور في جيل رقمي. الأمم المتحدة الآن عندها واحدة منظماتها اسمها الـITU تصدر صوت واضح، تصدر تقرير سنوي تسميه عدد الديجيتال سيتيزنز في كل بلد. كانوا أول يبحثوا عن عدد المعلمين أو نسبة الفقر أو نسبة الغنى أو الآن الإحصاء لتقرير من هي الأمة التي في وضع أفضل هي الأمة اللي فيها أطفال رقميين أكثر. كم طفل رقمي يعني كم طفل ولد وهو في حضن أمه يستعمل الجهاز. المطلوب منا الآن أنه نعلم طفلنا بسنتين بعمر الـ2 سنين
مش لما يروح على الجامعة، مش لازم يشوف شيء ممنوع، لا خليه يشوف الممنوع وهو صغير. وكلام انه هذا ادمان، فكان الحوار على البي بي سي، هل ما هي اضرار ادمان الاطفال على الانترنت؟ شو ادمان؟ في ادمان على عمل الخير، مستعمل كلمة ادمان والناس بتمشي، الطفل ما تخلوه يطلع على الانترنت كل وقت، ليش ما يطلع على الانترنت؟ ليش ما يكون على الجهاز كل النهار؟ شو الغلط؟ ما يعني ليس هنالك كلام مؤذي اكثر من هذا، واحنا بنسمعه لانه البرنامج كان برنامج بي بي سي عربي. وكثير تألمت أن يصل الرأي إلى الأمهات، ما تخلي ابنك يشتغل 10 ساعات على الانترنت، إذا ما لم يشتغل 10 بدي يشتغل 20. شو الغلط؟ في إدمان على أنه الطبيب يعالج الناس، في إدمان أنك تعمل خير في الروتري، تدمن على عمل الخير. ليش يعني كلمة استعمال كلمة إدمان مقصود فيها أن نمنع أبنائنا أن يكونوا مثل أبناء الدول اللي متقدمة رقميا. الآن أنا بعرف وبشوف أطفال بسنتين، هذا الطفل هو اللي سيصنع المستقبل، وهذا الطفل هو اللي سيلغي الجامعات والمدارس، مع أنه كثير دول بدأت تلغي الجامعات والمدارس. المدرسة ما عادش يعني الصف اللي نقعد فيه ويجي المحاضر ويلقي المحاضرة انتهى. فدورنا نحن يجب أن يكون في خلق جيل رقمي يدمن، إذا بدي أستعمل كوتيشن، يدمن أكثر ما يمكن الجلوس على الإنترنت. طب يا أخي على الإنترنت بجوز يلعبوا ألعاب ممنوعة، طب يلعبها ألمع ممنوعة بالجراج تحت الدرج، ولا يلعب قمار ممنوع، أما يروح على لاس فيغاس ويخسر ثيابه وينحبس أحسن؟ على الأقل هون بيخسر بخسارة محدودة على الإنترنت. احنا يجب ان نخرج من نظرية انه نبحث هل هو مفيد او مضر. لم يعد في خيار امامنا، ولذلك انا كتابي سميته العالم المعرفي المقتدر، ماشي، ما فيش شيء يوقفه الا ان نريد ان نبقى نصبح احنا العصر الحجري والعالم يصبح العصر المتقدم. فإذا الرسالة اللي بدي أنقلها، كما أنتم تؤمنوا بعمل الخير، وبالمناسبة أنا كثير سعيد برسالة الروتري، أنا انتخبت حديثا من الأمم المتحدة لمنصب جديد اسمه High Level Advisory Board on Social Impact. الأمم المتحدة منظماتها دائما كانت تحكي عن النمو والتنمية والإصلاح كله، بس ما أثروا على المواطن لم يبحث. بتلاقي مثلا في زيادة في الناتج القومي، في تحسن بالميزان المدفوعات بالتجارة، ولكن الفقر عم بيزيد. لذلك أنشئ هذا المجلس من 12 شخص، أنا واحد منهم، High Level Advisory Board for Social Impact. هذا واجتماعنا القادم سيكون يوم 20 الشهر نوفمبر. حضرنا أول اجتماع وهذا ثاني اجتماع. شو الهدف؟ كيف يكون كل ما نقوم به من تنمية، من سياسات، من قرارات موجه لغرض المصلحة الاجتماعية، مصلحة المواطن. وهذا طبعا بذكرني، وأنا ما أقول هالكلام إلا من باب الصدق، جلالة الملك دائما بحكي عن انه يجب ان يكون هدفنا العدالة الاجتماعية. اعمل لي احسن نظام بالدنيا، اذا ما في عدالة اجتماعية انت لم تنجح ولم تقدم شيء لوطنك. فأم نشتغل بطريقة انه نضع سياسات indicators، مثل ما في economic indicators بدنا نعمل social indicators. social indicators for impact of economic indicators. يعني موضوع جديد وعم نشتغل عليه باهتمام. فموضوع خدمة المجتمع موضوع مهم، ولكن إذا بدي أشتغل بخدمة المجتمع، من هو اللي يقود المجتمع العالم في الدنيا؟ ومين أكثر واحد عم بيقدر يساعد المجتمع؟ القادة المعرفيين، مش رؤساء الدول.
مش ترامب ولا تشانسلر ميركل ولا ماكرون ولا رئيس الصيني اللي عم بيساعد واحد اسمه بيل جيتس، عم بيستطيع لأنه استطاع أن يبني مؤسسة معرفية بهذا الحجم، يستطيع أن يضع. ولا أنا سمعت تقرير هو امبارح صدر عن انخفاض عدد الإصابات بالملاريا في العالم بسبب وبفضل مؤسسة بيل جيتس فاونديشن. أكبر 4 شركات في الدنيا كلها ICT based على الإنترنت، ما عندها لا مواد أولية ولا بضاعة ولا عندها أموال. جوجل، أمازون، أبل، مايكروسوفت. يعني إحنا أعطيني شو جوجل؟ جوجل is a computer program، أصبح قيمتها 1 تريليون. 1 تريليون عم نحكي عن، مش ما في بنك في العالم حجمه 1 تريليون، ما في شركة عقار، ما في شركة، ما في مؤسسة في الدنيا. قليل من الدول اللي حجمها أكبر من 1 تريليون أو وصلت ل 1 تريليون. للمقارنة إحنا بالأردن 40 مليار، 40 مليار شركة واحدة 1000 مليار. قارن 40 مليار ل 1000 مليار لشركة لا تملك شيء إلا منتجات فكرية، منتجات معرفية. بدنا نضل نقول بلاش الولد يقعد يشتغل على الإنترنت حتى ما يطلعش زي زوكربيرغ، ولا ما يطلعش زي يانكوم. يانكوم عامل يشتغل في مطعم جرسون، أنتج بدون دعم حكومي، بدون تمويل شركات، بدون أي شيء، أنتج برنامج باعه لفيسبوك ب 19 مليار، يعني نصف حجم الاقتصاد الأردني. تستعملوا كلكم البرنامج اللي اسمه الواتس أب، اختراع رقمي. يا أنا كل ما أريد أن أوكي، وأنا عم بصرف كثير من الوقت في الحديث عن هذا الموضوع في كل مكان، ليس في الأردن، كنت في طرابلس في لبنان، وكنت في الكويت في حكيت فيه، وفي كل مكان في الدنيا، وفي هارفارد جامعة هارفارد، وفي MIT بشهر سبتمبر. نحن أمام فرصة تاريخية تحقق المساواة. ليس هنالك ديمقراطية أو مساواة في الدنيا إلا في الإنترنت. فإذا هاي فرصتنا التاريخية، لأنه حفيدك أو ابنك وابن حفيدي، لأنه ابن حفيدي قرب يتجوز، ابن حفيدي متساوي في الفرص مثل أي إنسان في الدنيا، في أمريكا، في أوروبا، في ابن رئيس دولة، أكبر دولة في العالم. عندما ندخل الإنترنت نحن an IP address، ما في حدا له اسم ولا قيمة، كلنا متساويين. فإذا في رسالة علينا كلنا هي التحول إلى مجتمع معرفي. أنا مش متوقع من الحكومة أنها تقوم بهالعمل، لأنه ما بتقدر، الله يعينها، بدها مشاكل كيف تدبر آخر الشهر الرواتب، وكيف بدها. والآن أنا اليوم كنت في لقاء مع دولة الرئيس، وهو من أحسن رجالات الوطن، وتحدثنا كثيرا، وإن شاء الله سيكون هناك محاولات، ولكن في أولويات عند الحكومة، كيف تدير شؤون الدولة، كيف تدير الوزارة، كيف تأمن الاحتياجات إلى آخره. إنما أنت بتستطيع تعمل أكثر من الدولة. أنت إذا خرجت ابن رقمي، طفل واحد، وقلت له بديك تكون زوكربيرغ أو ستيف جوبز، اللي هو عربي بالمناسبة سوري، بديك تكون زيه، تعمل أكثر من كل الحكومات. هذه الرسالة اللي أنا بحب أحكيها، وبحب أقول إنه هي واجبنا ومسؤوليتنا. ومستعد لمن لا يعجب كلامي أن أعتذر له، وأدفع الأضرار الناتجة عن ما قلته. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني خارج النص وخارج الدعوة، سأتكلم فيه بكرة في مقابلة مطولة مع جوردن تايمز، وبتمنى تقرأوها. بكرة عندي مقابلة، إمتى ستنشر ما بعرف. هي عن الأزمة القادمة على البشر،
الأزمة المالية والاقتصادية. في عام 2020 يعني بعد بكرة، 2020 في عصر الدول والشعوب هو بعد بكرة. شو 2020؟ في عام 2020 سيحصل أزمة مالية خطيرة في أمريكا، أسبابها عديدة، واحد منها موضوع النفط. أمريكا توقفت عن إنتاج النفط الآن لأنه كانت تستعمل أسلوب اللي اسمه فراكينج، وإذا بتدخلوا على الإنترنت تعرفوا شو يعني فراكينج. فراكينج هي بروسيس بندخل فيها مية تحت الضغط لتدفع النفط اللي هو الشيل أويل. كل الشركات اللي عم تشتغل في هالمجال وعددها حوالي 10 الآن صفت فلست، وأمريكا الآن في حاجة لاستيراد النفط. لذلك إذا بنسمع الإصرار والتصريح على أنه يجب أن يخفض سعر النفط، إحنا أول ما كناش نحكي كنا نرفع سعر النفط، الآن بدنا نخفضه لأنه أمريكا، وهذا حقها، هي دولة تملك القرار وتحكم، مصلحتها أنه ينخفض سعر النفط حتى ما يكون عبء كبير عليها، ولكن لن يفيد ذلك. أيضا موضوع الفائدة وموضوع سوق المال وموضوع الشركات اللي هي كانت مغطاة واللي انكشفت أوضاعها ماليا. على كل حال كل مراكز الدراسات والخبراء يقولون بأن هذه الأزمة ستحصل إما في عام 2020 أو قبله. واليوم في تقرير في الإيكونوميست بقول the crisis is sooner than you think. اللي بحب يعرف كل الأشياء أنا مستعد أزود التقارير اللي صدرت لكم لتوزعوها إذا حدا عنده اهتمام. مبارح كتبت نيويورك تايمز والواشنطن بوست، بس هذا الموضوع صار لي بحكي فيه 3 أشهر، بس كان مخبى الموضوع لأنه بمراكز الدراسات الآن بدأ الإعلام يكتب عنه. هذه الأزمة ستنتقل طبعا من أمريكا إلى كل العالم، وأمريكا يجب وهذا حقها إنها توجد حل لوضعها الاقتصادي. ويقول التقرير الأمريكي مش أنا إنه ستضطر أمريكا لأن تصطنع حرب. حرب حرب مش يعني تضرب صواريخ ولا كذا، حرب عم نحكي عن حرب، وأن هذه الحرب موجهة ضد إيران الاحتمال أن تكون، وكل الناس بيعتقدوا إيران إلا أنا. ليس هنالك مصلحة لأمريكا بأن تضرب إيران. شو بتستفيد اقتصاديا مادام أنا عندي أزمة اقتصادية وبدي حل؟ ماذا أستفيده من ضرب إيران؟ بالعكس وجود إيران مفيد إلي، لأنه كما يقول كل يوم الرئيس الأمريكي عليكم أن تدفعوا الحماية من إيران تدفعوا لي فلوس. طب إذا دمرنا إيران بطل في لزوم للحماية، ما في منطق بهالكلام. أنا ما عندي شك، وخصوصا إذا بتابعوا الأخبار سمعنا مبارح نائب الرئيس الأمريكي برايس يقول إن عدونا هو أمريكا، سيصطنع حرب مع أمريكا مش ليحتل أمريكا ولا ليهزمها، ليقعد هو أمريكا على الطاولة ويعمل اتفاقيات جديدة. ترامب لا يحب ولا معجب لا بكل ما نتج عن بريتن وودز من اتفاقيات سوق الدوق النقد الدولي، البنك الدولي، والدول تريد أورغانيزيشن، والأمم المتحدة. ما بده إياه، بده نظام جديد، وبده الصين يحكوا معه. الصين رافضين يحكوا، بقول لك في أنظمة موجودة. فإذا أنا وياك بنحتل، وذكروا دائما أن الحروب تنتهي باتفاقيات. ما بدك تحكي معي نتفاهم نعمل حرب، لما نعمل حرب بنكسر روسنا بنقعد نتفق. هذا اللي حصل في كل الدنيا. ليش عم بحكي هالكلام؟ لأنه وأنا ما بدي أخوفكم، يمكن المنطقة الوحيدة المستفيدة من هذه الحرب هي منطقتنا. باي إليمينيشن وين ممكن، خذوا مناطق الدنيا كلها، أفريقيا، ساوث أمريكا، إيجيا، وين ما بدك، وين في منطقة ستستفيد أمريكا والغرب والصين؟
إذا حصل فيها ازدهار ليحل المشكلة الاقتصادية المنطقة العربية. ستصبح هذه المنطقة بحكم وجود الثروات اللي فيها واللي الغرب بيعتقد انه هاي مش حقها، هاي حقه هو من زمان، كيسنجر، نظرية كيسنجر، دكتورين اوف كيسنجر، انه دول النفط لا تملك النفط. احنا اكتشفنا، عرف قلنا شو معنات نفط، ما حدا سمع فيه، احنا اللي اخترعنا النفط، واحنا اللي بنستخرجه، احنا اللي بنكرره وبنعمله التكرير ليصبح بنزين وغيره، واحنا اللي بنشحنه، واحنا اللي بنسوقه، واحنا اللي بنبيعه. شو دخلكم انتو فيه؟ ما لكم علاقة، هذا تحت الأرض، هذا كلام معلن، مش كلام يعني عم بخترعه، معلن بمنشور. فالقناعة انه هذا النفط ممكن ان يؤدي الى ثورة في المنطقة، ازدهار، ثورة ازدهار، كما حصل في المارشال بلان بعد ما أمريكا دمرت، أو الدول الحلف الغربية دمرت أوروبا. إجا جورج مارشال بسنة 48 بعد انتهاء الحرب وأعلن مشروع جورج مارشال لإعمار أوروبا. استفادت أوروبا من الإعمار، ولكن المستفيد الرئيسي كان أمريكا، لأنه اشتغلت الشركات الأمريكية وإلى آخره من البضائع والتصدير الأمريكي، فكان المستفيد أمريكا. فإذن بدنا نخلق منطقة، والآن إذا بتتابعوا تسمعوا أنه بدأ الحديث عن المنطقة محتاجة إلى ما يشبه مارشال بلان، صار علني الكلام، علن أنه يجب أن تنشأ مارشال بلان في هذه المنطقة، الهدف منها إعمار المنطقة المعلن، أما الهدف الحقيقي أن يحل المشكلة الاقتصادية للغرب. إحنا هنا في الأردن كل يوم الصبح بنقلق وبنقعد نجتمع في مجلس الأعيان والنواب والحكومة إنه عنا دين عام 90% من الجي دي بي، مش هيك؟ النسبة المتداولة 90%. طب أمريكا 105%. بلاش يا سيدي، خذ لي دولة صناعية كبرى. ما اجى صندوق النقد وقال لها طلعي قانون ضرائب، لانه انت عندك دين عام يعادل 170% من الناتج القومي، اسمها اليابان. اليابان القوة الاقتصادية، واحدة من الجي 7 الدول الاقتصادية العظمى، دينها العام 170% من ناتجها القومي، ضعف ناتج القومي الاردني. وما اجى يعمل لها اصلاح اقتصادي صندوق النقد الدولي. وانا يعني تجادلت مع مدير مشروع صندوق النقد الدولي في الاردن واعترضت على مشروع انه ننظر فقط لانه عندنا عجز في الموازنه، وعندنا عجز في عندنا نسبه عاليه من الدين العام، بنتكم تاخذوا نقد ضرائب. لا، في حلول اخرى. انا الضرائب ضروريه ويجب ان نقبل فيها ويجب ان نحترمها وندفعها. فرانكلين روزفلت بيقول there are two facts in life، بس كل هيك قابل للتغيير، death and taxation. هذا فرانكلين روزفلت، there are two facts in life، وهو صحيح بامريكا، صحيح. يعني ممكن انت اي شيء تعمله بس تقدرش تهرب من الضريبة، ما بتقدر تهرب من الضريبة. فيش انسان اصلا، المافيا والمجرمين بيكتشفوهم من الضرائب، مش انه والله بدنا نستعمل الضرائب لنتهرب من الارهاب او الجرائم، لنتهرب من الضرائب. بالعكس، انا بمسكك من الضرائب يا مجرم يا مافيا. اغلب المافيا اللي مسكوهم بقوانين الضرائب. احنا نحترم قانون الضرائب وبدنا قانون الضرائب، وقانون الضرائب يجب ان يطبق، واذا في لزوم يزيد لازم يزيد، لانه نحن مسؤولين عن ان ندفع للدولة اللي هي حاميانا وعملنا الامن والنظام والقوانين وكله. ولكن بنفس الوقت، وانا قلت له هذا الكلام، له كان عليك، يجب عليك ان تقترح قانون للاصلاح الاقتصادي بنفس الوقت، يمشوا بارلل.
قل لي أنا بدي أفرض عليك ضرائب وبدي أصلح الاقتصاد، بقول لك على رأس. وأنا تحدثت بهالكلام رسميا مع رئيس الوزراء، تحدثت بهالكلام أيضا مع المسؤولين في صندوق النقد. قال لي معك حق، يا ريتك تضغط على الحكومة إنه يعملوا مشروع إصلاح اقتصادي. قلت له نعم. طب أنت ليش ما بتضغط؟ قال إحنا ما بنقدر نضغط. قلت له تقدر تضغط بقانون ضرائب، تقدرش تضغط بقانون إصلاح اقتصادي؟ أنا ما بسمح لصندوق النقد أن يفرض علي ما لا أستطيع تحمله. بسمع رأيه وبحترمه وبنفذ كل ما هو في مصلحة الوطن، بس أنا أستطيع أقول بنفس الوقت كما يقول المثل الصيني، ما حدا بيركب على ظهرك إلا إذا انحنيت. ما حدا بيقدر يركب على ظهرك إلا إذا انحنيت. بدك تنحني، كيف بتركب على ظهرك وأنت واقف؟ لما بتنحني بيركب على ظهرك. فأنا لست ضد قانون ضرائب، أنا معه، ولكن أنا أريد بنفس الوقت إنه يمشي بارلل مع قانون إصلاح، إصلاح اقتصادي. لذلك كثير من الأمور القابلة للإصلاح، وعندما تصلحها وتنفذها أنا بكون سعيد. أنا أول واحد بدفع ضرائب، وكل سنة أبين أقدم شهادتي براءة ضريبية. مش عم بحكي عن حالي، أنا بحكي كمواطن، كمواطن عليه واجب الضريبة، ولكن أيضا ما أحد المبادئ بقول there is no accountability without taxation. بدك تفرض علي taxation بدي يكون لك accountability عليك. تفضل قل لي شو بدك تعمل. ومن حسن الحظ أنه عندنا رئيس وزراء حقيقة أنا متفائل جدا فيه، أولا لأنه رجل قدير، عالم، عنده خبرة طويلة، أثبت جدارة لا مثيل لها في وزارة التربية، ومش معروف نزاهته ونظافته، وليس عليه أي شبهة. فأنا أعتقد أنه إذا كلنا تعاوننا بطريقة إيجابية، وأنا عقدت ندوة لموضوع قانون الضرائب واجتمعنا فيها حوالي 300 شخص، كنا أستاذ فادي الداود أدارها هذه الندوة، كانت فيها 300 شخص من كل القطاعات، وكانت في مستوى حضاري لا مثيل له، بإيجابية، بانتقادات بناءة، في الواحد يحترم رأي الثاني، وشكلنا توصيات وبعثناها. أنا مع أنه إذا في لنا رأي نقدمه، ولكن نقدمه بالطرق الحضارية والعقلانية، وليس من خلال الصراخ والتظاهر والاحتجاج. ما في شيء بيعطل العمل وبيضر الاقتصاد اللي انت تهدف له. لما بتحب تعطل عمل المؤسسات انت بتقول عم تشتغل ضد هدفك اللي بدك اياه. حاور، اقترح. والله لم اجد في حياتي فرصة قدمت فيها اقتراح مفيد لاي مسؤول في اي دولة في كل الوطن العربي والعالم الا نظر فيها بإيجابية. لما بشوف انه في رأي إيجابي، مش بس والله يا أخي كل شيء غلط. طب شو كل شيء غلط؟ بعدين يا أخي ما بيصير. شو هو اللي ما بيصير؟ تقعد مع واحد بقول لك يا أخي ما بيصير هذا الموضوع اللي شغل. شو هو اللي ما بيصير؟ هو بيعرف يشرح لك شو هو اللي ما بيصير. بدنا نكون إيجابيين، نتعامل مع الأنظمة بكل عقلانية. أنا أقول الكلام هذا على الهامش، لأني أريد أن أقول أن شعبنا عظيم. لما اجتمعنا وكانت جلسة مفتوحة ولا واحد رفض أن يحضر، وعلمنا عنها بالصحف، وقلنا جلسة مفتوحة عامة اللي بده يتفضل. كان هنالك وجود حضاري على أعلى مستوى. شعبنا منيح وطيب ومستعد أن يتعامل، بس إحنا نتعامل معه مظبوط. هلأ أنا أعتقد أن في القيادة الجديدة اللي هي الحكومية الموجودة، وبالذات رئيس الدولة، رئيس الوزراء، في عنا فرص كثيرة. من عنده رأي، من عنده اقتراح يقدمه. الرجل مستعد أن يتفاعل وأن يحترم الرأي. أنا هنا بقول إحنا علينا دور غير هيك. أنا رح أشكل فريق لدراسة شو ممكن نعمله لننجو من الأزمة، أو بل نستفيد منها.
انتم بتسمعوا باغنياء الحرب، الحرب مش كلها خسائر، الحرب فيها واحد بيخسر وواحد بيربح. خلينا نقول من الطرف اللي بيربح. اغنياء الحرب تاريخيا ناس، اكبر ناس عملوا ثروات هم اغنياء الحرب في التاريخ. الان اصبحت اكبر اغنياء هم اغنياء المعرفة. خلينا نفهم وندرس ماذا يمكن كل واحد فينا ان يعمله ليحمي نفسه. بكفي هيك، ما بدي اقول لك احمي الدولة ولا احمي الوطن ولا العالم. فكر كيف في حالة ازمة من هالنوع كيف بتبرمج برامجك لتحقق استمرارك واستمرار نجاحك. هذا هو المطلوب منا. فاذا انا اذا بدي اختم وطولت عليكم، موضوعين. أرجوكم أدمنوا أولادكم على الإنترنت، أرجوكم على مسؤوليتي. أنا أولادي أدمنتهم على الإنترنت والحمد لله تخرجوا من أحسن جامعات العالم بامتياز، من ييل ومن لندن سكول اوف إيكونومكس والآخر ومن هارفارد. إدمانهم على الإنترنت لم يحرمهم من أن يكونوا شخصيات بارزة ومحترمة، يمكن تعرفوا بعضهم من أبنائي، أكيد تعرفوهم أو بعضكم بيعرفهم. ما فيهم علل. كنا نقعد معهم هم أطفال، أنا في عندي تقليد كل يوم جمعة نجمع الأطفال والعيلة وبنتغدى سوا، بعد الغدا بنقعد نحكي في مواضيع كتيرة، بنلاقي الأولاد على الجهاز. فقلت لهم يا شباب ليش ما بتشاركونا بالحديث؟ قال عم بنشارككم، ما احنا عم نحكي مع بعض في المواضيع اللي انتم بتحكوا فيها. ما انحرف عقله، عم بناقش، احنا عم نبحث موضوع معين، اما عم بيحكوا فيما بينهم فيرتشوالي في نفس الموضوع. فما حدا يقول لي انه هذا والله بيصير غير اجتماعي وبيبطل اجتماعي. شو اجتماعي؟ وايضا هذا كلام كان صار في حوار فيه مع بيل جيتس وسئل، هذا الادمان او اللي بتسموه whatever تسموه سيجعل الإنسان مش اجتماعي. قال له هل كنتوا اجتماعيين أكثر في العصر الحجري؟ ما كانش في إنترنت، بس كنا نأكل بعض، كان في بشرة كانيبالز يأكلوا بعض ويقتلوا بعض على أي شيء، على بقرة يقتلوا بعض. ما دخل، ما له علاقة لا بإنسانيتي ولا بسوشال هابتس ولا أي شيء. عندما أنت تدخل الإنترنت أنت في عالم، و هنا معاكم وأنا أتحدث في عالم آخر، ما فيش تناقض بين اثنين. فأرجوكم أرجوكم، هذا البلد يستحق أنه أبناؤه يطلعوا مدمنين على الإنترنت، وليس هنالك دواء ولا أريد أن يخترع دواء لهذا الإدمان. وأرجوكم أن تدركوا أنه في كارثة مالية واقتصادية قادمة بعد بكرة، واللي بيهمه الموضوع يدرس ويطالع ما بدأ يكتب عنها. أنا نبهت إلها أول مرة في كلمة ألقيتها في هارفارد في 16 سبتمبر، هذا في العالم الخارجي، بس قبلها تكلمت فيها مع كثير من المسؤولين، أننا أمام أزمة ليس لها مثيل في السابق. مش من انهيار سوق المال مثل هذه المسخرة اللي صارت، لأنه سوق المال ليس جزء من الاقتصاد. أنت عندما تنزل على البورصة تشتري وتبيع تضيف زيرو إلى الناتج القومي، لأنه هذا مش عمل، مش تجارة، ما فيش فيه سلعة مقابل مبلغ أو خدمة مقابل مبلغ. التداول في سوق المال هو خارج الاقتصاد. لو انهارت كل أسواق المال ما إلها علاقة بالاقتصاد. يوم اللي صار الانهيار أنا رحت على دبي وعملت مقابلة مع جريدة الخليج، قلت لهم لما بدكم يعني أقلق أشروا لي على دكاني أو حلاق أو خياط أو بنشرجي سكر المحل، هذول هم المنتجين، أو مصنع سكر المحل. كانت الأزمة والعالم والانهيار وانهار سوق المال والفنادق ما فيش فيها غرفة، المطاعم ما فيش فيها كرسي، هذا ليس له علاقة في الاقتصاد. بس ما هو قادم في 2020 هو انهيار اقتصادي، ريسيشن
ستتحول حسب خبراء، مش أنا، حسب الخبراء، إلى ما يسمى ستاغفليشن، يعني كساد وغلاء، ستاغنيشن وإنفليشن، وهذا أصعب وضع سيء في عالم الاقتصاد. هذا أنا قلت، واللهم إني بلغت، والسلام عليكم. Your Excellency Mr. Abu-Ghazaleh, الرؤساء الأعزاء، زملائي الروتريين الكرام وضيوفهم الأعزاء، بدنا نفتح هلأ مجال الحوار مع ضيفنا العزيز. كما جرت العادة بترجاكم لو سمحتوا اللي بده يسأل يعرف عن نفسه ومن أي نادي، أو هو ضيف لأي نادي، ويحاول بقدر الإمكان إنه يكون السؤال direct straight to the point عشان نترك مجال لأكبر عدد من الزملاء والأعضاء والضيوف إنهم يحاوروا ضيفنا الكريم مستر أبو-غزالة. فنبدأ هلأ مع أول سؤال. مين بحب يسأل أول سؤال لمستر أبو-غزالة؟ مساء الخير عليك. فراس مشوش من نادي روتري عمان سنجاب، برضو خريج بكلية طلال أبو-غزالة. شرف لنا. سؤالي هو، لما تفضلت حضرتك عن موضوع الضريبة، في تصويت الزيادة اللي هي لو خففنا الضريبة على المواطنين مش هيك نعطي مجال الاقتصاد يتحسن؟ واحد من السنترز الامريكي حكى هذا الحكي، الدول العالم الثالث يفضل ننزل الضريبه عشان تحرك اقتصاديه. بس هاي المباحثه انا بحب اقول انه انا كان اقتراحي، لانه يعني هذا الكلام صحيح، ولكن يجب ان يحكمه ما نسميه بالاقتصاد سنسيتيفيتي اناليسيس. مش دائما التخفيض يؤدي الى الزياده، ولا الزياده تؤدي الى زياده الدخل. ارفع سعر الضريبه على التذاكر مثلا الطيران الى 200%، ندخل دخل 200% من اللي بندخله هلا، لا، لانه بصير الطلب على الطيران اقل. واذ نيدت، ردا على سؤالك وهو صحيح، انه ينعمل سنسيتيفيتي اناليسيس لكل نسبه، وهي تختلف من قطاع الى قطاع. هل الزياده، والزياده مطلوبه ايضا، هل الزياده مفيده ام التخفيض هو الافضل؟ هذا يقرره سنسيتيفيتي اناليسيس. شكرا مستر أبو-غزالة. ناخذ كمان سؤال لو سمحتوا، بدي احاول امشي كاونتر كلوك وايز عشان اعطي فرصه للجميع. مرحبا وشكرا جزيلا للسعادة وليد نزال من روتري عمان. هو موضوعين في الواقع. انت حكيت لنا عن الازمه الماليه القادمه، فمن خبرتك ان شاء الله اقتراحاتك لمواجهه هذه الازمه كدوله أو للمنطقة كمجتمع وكأشخاص. هذا البند الأول. البند الثاني اللي أنا أأيد وفي نفس الوقت أكون عندي ريزرفيشن، عندي يعني متحفظ كبير، اللي هو اللي هو ذكرت دولة الرئيس، وأنا بدي أدخل بالسياسة شوي ثانية. أنا أكثر الناس اللي أول ما يجى دولة الرئيس اللي كنت عالم نزيه خلوق جدا، في نظر في الأجواء الحالية هل يكفي أن يكون نزيه وعالم وخلوق لإجراء التعديلات؟ وخاصة أنا اللي شايفه في اللي وجهة نظر أظن أنك تأيدني فيها، إنه موت أركوديجس، المزاج يعني، وهناك مزاج غريب جدا بتمر في البلد، خاصة البلد والمنطقة. فهل في نظرك عنده قدرات، أو من المجتمعات في عنده قدرات اللي يغير هالمزاجات ويعمل شغلات اللي تخلي الناس تثق ونشوف إنه في تغيير؟ أنا السؤال الأولاني عن الأزمة، الثاني عن دولة الرئيس. إيه السؤال الثاني. أبدأ بالثاني. أنا رجل أعرف المعركة جيدة على مدى سنين طويلة، عقود طويلة. وكنا إحنا مش يعني متخوفين إنه ما يقدر يعمل إنجاز في وزارة الثانية.
اشتغلنا معهم في عملية التغيير وعمل التغييرات هكذا لأنه صاحب قرار ومستعد أن يسمع. هو عنده قدرة أنه يسمع الرأي ويحترم. اليوم حديثي معه كان اليوم متفائل جدا لأنه وجدت في نفس الشخص اللي أداره وزارة الكبير بده يزيد كل الوزارات بهذه الطريقة. وكان حديثنا هو واحد من المواضيع اللي بعثناه أن الوزراء مش شغلتهم يرضوا الناس ومش شغلته يعمل زعيم مشان يرجع يتعين أو يصير ينتخب. الوزير شغلته يعمل الصح حتى لو بده تطبق عليه الناس. وشغلته انه يغامر بمحبه الناس له. هذا هو ستيتسمان مش الموظف الحكومي. ستيتسمان ما هي المصلحه حتى لو كانت على حساب سمعتي ومحبتي الناس اللي بعائله الشخص. هذا موضوع بحثناه وهو بكل قناعه فيه انه هذا هو يجب ان يكون مسؤوليه الناس. فيما يخص موضوع الأزمة هناك حلين مختلفين. الوضع العام يحتاج إلى فريق خبراء من ثلاث أنواع وكل ثلاث فرق. الأزمة نقدية مالية اقتصادية. الثلاثة مختلفوا عن بعض نهائيا. إحنا مرات نفتكر إنه الاقتصاد هو العملة والعملة هي الوضع المالي للحكومة. لا، في فيسكال فاينانشال ايكونومي وفي خبراء في كل من هذه الاختصاصات من القطاع الخاص. وهذا موضوع بحثناه. نحن بحاجه الى هذا الفريق مش من المسؤولين ولا من الحكوميين ولا من السياسيين القاده السابقين. خبراء شباب مثل الشباب اللي موجودين. هذول الخبراء يقدمون لنا اقتراحات لموضوع العام. عبر موضوع خاص شغلك انت. انت في عملك بدك تقرر لما يصير هذا الكساد والانفليشن شو الاجراءات اللي بدي اعملها؟ انا بحب انه كل واحد فيكم يعني مثل ما انا عامل يحط في مفكرته كلمه ستاكفليشن عشان يتذكر كل يوم انه في شيء قادم اسمه ستاكفليشن اي كساد نسبة نمو صفر أو أقل. والمتوقع أن نسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي من السنة القادمة ستبدأ تصبح تحت الصفر ماينس 1. وأمريكا كما دائما بيقولوا عندما تعطس العالم يصاب بالإنفلونزا. فالعالم كله سيتأثر بهذا الموضوع. زائد النفط سيصبح فوق ال $100 وقد يصل ال 200. طيب شو بدك تعمل فاتورة الكهرباء؟ الفنادق، كل الفنادق راح تفلس. احنا الان الفندق اكبر موازنه عنده هي في الكهرباء. لانه ما تحولت فنادقنا الى الطاقه الشمسيه. احنا الان ركبنا محطه شمسيه، واحنا مؤسسه ما عندناش استعمال مثل الفندق. كلهم بنايتين صغار. مع ذلك عملنا محطه طاقه شمسيه. كان يجب من 20 سنة مش اليوم انه كل مؤسسة من المؤسسات اللي اعتمادها على الكهرباء انها تتحول الى الطاقة الشمسية. اولا تتوفر على حالة مصاريف وتتوفر على الدولة عجز لانه حتى المبلغ اللي بندفعه احنا للكهرباء هو اقل من التكلفة الحقيقية اللي بتدفعه الدولة. طبعا لذلك في عجز عند الدولة مليار سنويا من الكهرباء. بس احنا بنعتقد ان الدولة عم تكلفنا كثير كهرباء. لا، الدولة هي اللي عم تعطيك الكهرباء عم تخسر مش عم تربح منها. احنا كان يجب ان نقول كدولة فريق عمل اليوم شو نعمل حتى نساعد كل المؤسسات تتحول للطاقة الشمسية. مش بس نخدم الفندق اللي احنا قاعدين فيه لاند مارك، نخدم الدولة لانه مقابل الكهرباء اللي عم تدفعها الفاتورة اللاند مارك الدولة عم تدفع خسارة قدها اللي هو الدعم. هذا مثال بسيط على فيما يمكن عمله. احنا كأفراد حكينا عن الحكومة وعلى مسؤولية عامة ولكن مسؤولية خاصة. من اليوم كل فندق
يجب أن نحط محطة شمسية. لا يعني ما بدهاش تفكير ولا ذكاء ولا خبير من هاردر. لأنه خصوصا مثل ما عم بقول لك سعر الدولار البترول سيصبح فوق $100. الآن سعر 20 ومش قادرين نغطي تكاليف الكهرباء. لذلك أنا بقول هنالك شغل مطلوب على المستوى الفردي، الفردي يعني مثل الأنفار، مثل الهوليدين، مثل فور سيزونز. شوف قديش عم تدفع أنت كهرباء كل سنة. أنا بالنسبة لي كنا ندفع نص مليون. المشروع حتى مكلف نص مليون مرة واحدة. Thank you Mr. Abu-Ghazaleh. Thank you. منتابع باب الحوار لو سمحتوا، بس بحب أذكر زملائي الأعزاء إنه يكون السؤال لو سمحتوا سؤال واحد سريع direct straight to the point. شمسية. قبل مرة كان في صراع تتذكروا بين الأساتذة والحكومة وعلاوة الطباشير. وكان الحوار انه لازم نفعلهم ولا مش لازم نفعلهم. انا قلت مش لازم لا نفعلهم ولا نفعلهم، لازم نلغي الطباشير. وصل الخبر الى الوايت بورد. الشباب على المواقع السوشيال ميديا طلال أبو-غزالي عنده مصنع وايت بورد. يحول الشباب الى الوايت بورد. والله ما عندي لا مصنع وايت بورد ولا مصنع بطيخ. حياتي ما دخلت في مشروع. بس طاقة شمسية. بس هذا مشروع طاقة شمسية أو معلش. طيب مستر أبو-غزالي رح ناخذ كمان سؤال لو سمحتوا. يعطيك العافية سعادتك، كثير استمتعنا بالمسمع لإلك. أنا عندي سؤال عن الذكاء الاصطناعي، أنا بشاركك الرأي إنه إحنا كثير مهم إنه كدولة نتجه للذكاء الاصطناعي، بس هل إحنا عندنا الميزانية لهذا الشيء؟ وإيش دور الشركات الخاصة وإحنا كوطن؟ أيضاً على مستويين. دولة الإمارات عملت استراتيجية رسمية حكومية أعلنتها موجودة نقدر نطلع عليها، وإحنا نشتغل بشراكة مع مؤسسات اقتصادية في دولة الإمارات. أعلنت خطة اسمها خطة الذكاء الذكي في دولة الإمارات، الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence استراتيجية كاملة. نحن هذا على مستوى الدولة نطلع استراتيجية. على مستوانا احنا أول شيء بنعمل عملية تطبيق. احنا الآن رح نبلش بهذا الشهر في طلال أبو-غزالي للإبداع، الكلية الجامعية الجديدة اللي هي أنا مبسوط إنه نجحنا في أن نحصل على ترخيص لها، أن شهادة التخرج ليست بالامتحان بل باختراق. يعني اللي ما بيخترع ما بتخرج. قالوا لي طب كيف هذا يقعد 4 سنين وما يتخرج؟ قلت له مثل اللي بقعد 4 سنين وصلت الامتحان. امتحانه هو اختراع. الحمد لله اخذنا هذه الموافقه. سنبدا بتدريس تخصص الارتفيشال انتليجنس. مش ضروري انه تروحي على الكليه وتتخصصي. يجب كل واحد فينا ان يدرس، وهذا كلام انا ما فيه جزء في الكتاب. كيف الارتفيشال انتليجنس شو راح يأثر علينا؟ هذا مثل ما قال بيل غيتس السنشري ذيس سنشري من الان الى نهايه القرن. قلت له كلمتين، ما هو كيف تصف هذا القرن؟ قال لي ارتفيشال انتليجنس. كل شيء سيدار بالارتفيشال انتليجنس. طبعا له مصالح له سيئات مثل كل شيء. السيارة فيها بريك وفيها بريك ممكن يخرب وفيها ممكن تدعسي واحد وفي ممكن تخالفي وممكن تحرق تضرب سيارتك، كل موضوع وفي له إجراءات حمائية معينة. أنا رايح بدعوة من جامعة أوكسفورد. جامعة أوكسفورد شكلت فريق خايفين من أن يوم من الأيام بسبب الارتفيشال انتليجنس أن الروبوتس يحكموا العالم. وهذا تخوف حقيقي مش نقطة. يعني تصير احنا بنشتغل عند الروبوت اللي احنا صنعناه. لانه انت لما بتحط ذكاء في الروبوت بصير ذكي، بصير عنده قدره ذكي يطور ذكائه.
فبصير يطور ذكاء لمستوى انه هو يقرر يتصرف مش مثل ما انت برمجتيه. وهذا بما فيه اسلحه، وانا كنت ضيف الشرف في مؤتمر الذكاء الاصطناعي في السلاح في الميلتري في الكويت من اسبوعين. ممكن هذا السلاح الذكي يغير فكره، ما انت برمجتيه بس هو لا يشوف لي اضرب الناس وشلون. انا في نظري لانه عندي عقل، انا المدفع صار عندي عقل، مثل ما انت بتقرر انا بقرر، انا بقرر ان اضربهم. فهذا موضوع وارد، ولذلك انشا مشروع اسمه ترمينيتر. هذا هدفه هو كيف نمنع الروبوتس من السيطره على العالم. Thank you. Thank you, Mr. Abu Ghazaleh. هذا الجزء من القاعة، في حدا بحب يسأل سؤال؟ هذا الجزء؟ تفضل، تفضل. من يعيش 80 حول ولو سمحتي لو سمحتي تعرفينا على حالك ومن أي نادي؟ مساء الخير سعادة الدكتور. أنا اسمي هديل، أنا مش روتري بس كثير استمتعت. أنا التقيتكم عموما في مؤتمر الطلبة في مارتش. أوكي؟ اللي بدي أقول كيف ممكن الروبوت يحكمنا؟ يعني الإنسان هو اللي مخترع الروبوت وهو اللي مبرمجه. كيف مبرمجه؟ هو الإنسان اللي مبرمج الروبوت. طيب كيف بده يحكمنا الروبوت؟ إحنا بنقدر، إحنا المتحكمين. صحيح. هذا أنا بتجاهل الإنسان هو المتحكم. سؤال كيف؟ خليني أخذ أي مثال بسيط. أنت برمجت روبوت كيف ينظف الأرض؟ على فكرة الروبوت الآن في أمستردام بعد ما يخلص شغله بيطلع يتمشوا على الطريق. بتشوفهم ماشيين يعني مش. هذا الروبوت أنت برمجتيه ينظف الأرض بطريقة معينة. طيب طورتي له قدراته لحد صار ذكي. الذكي بصير يطور ذكائه هو، لانه الذكاء عمليه تراكميه. يعني اذا انا صار عندي قدره عقليه، قدرتي العقليه بتتطور مع الوقت ومع التجربه. فبالتجربه اللي انت علمتي اياها واللي برمجتي عليها بصير يكتشف لا انا مش لازم اعمل هيك مثل ما انت قلتي. انا عم بعرف طريقه لانه في محلات كنت مش حاطاني في البرنامج اروح لها بدي اروح لها. فبصير هو يقرر. السلاح نفس الشيء، اذا انت برمجتيه وصار ذكي بصير يقرر هو ما هو الصحيح يعمله. احنا عم نحكي عن تحويل، يعني مشان نبدا شو الارتفيشال انتليجنس، هو تحويل الاشياء لتصبح ذكيه. هذا بالذات التليفون، هذا غبي. التليفون الحقيقي، وتليفوني انا اغبى منه، مش عم نحكي على التليفون، هذا اللي بيسموه سمارت فون، هذا مش ذكي. ما عادش في زوم بالمستقبل لهذا السمارت فون تحميه اصلا. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. بنتابع الاسئله مع زميلنا، تفضل. أنا فخور بأن أكون عندي هالشباب العظيمين اللي أنا أعتبرهم خريجين وهم اللي بيرفعوا راسي، الله يبارك فيك. سؤالي هو عبارة عن حسب ما بنشوف حاليا وحتى على السوشيال ميديا كل عم بخوفنا من الـ artificial intelligence أو من الذكاء الاصطناعي. يعني صراحة من أكثر الناس أو يمكن الشخص الوحيد بالأردن عم بشوف بشجع الموضوع هو حضرتك. حضرتك كانت الجامعة هي جامعة طلال أبو غزالة الأولى بالمنطقة في العالم، احنا الأولى في العالم اللي عم نعمل هذا البرنامج. ما فيش، وأنا قلت لهارفارد والإم آي تي ولكولومبيا في خطابات إلهم ليش الدروب أوتس هذول اللي اسمهم بيل جيت وغيره تركوا الجامعة؟ لأنه الجامعة سقطت. ما في أستاذ يستطيع أن يعلمك. كل العلم اللي موجود عند الأستاذ موجود على الإنترنت. دور الاستاذ ان يصبح تكنيكال ادفايزر بس. فحسب سعادتك ما بنشوف احنا على اللينكد ان والمنصات المهنيه الكل عم بيحكي لنا عن السيتنج ديزيز وعن
الأمراض والمشاكل اللي راح يتعلق في هذا الموضوع. فبرأيك إيش هي الطرق اللي إحنا نقدر نشتغل عليها لنرفع الوعي عند الناس سواء كانوا مهنيين أو بالجيل اللي بده يتعلم أهمية هذا الموضوع؟ كيف نقدر نشجعهم ونوعيهم على أهميته كونه كل اللي عم بيشوفوه سلبيات؟ أنا من عشت حظي بهالعمر الطويل إني خدمت على مجلس إدارة الوايت، مجلس الاستشاري للوايت، يقول الأكثر بروبرتي أوف المجلس، وكنت في أحد الاجتماع وأجلس جنبي رئيس واحدة من أقوى شركات الأدوات في العالم، بلاكس وايت، قال إنه الأدوية اللي إحنا عم ناخذها اليوم لا تعالج، هي مسكنات. قليل جدا من هذه، ولذلك الدليل شوف واحد يقول لك انا برتاح على البنادول، واحد يقول لك لا انا البنادول انا الاسبرين هو اللي بيريح لي راسي، لانه الجينز تبعتنا تختلف. ففي المستقبل لن يكون هنالك طبيب يعالجك، يكون في عندك خارطه جينيه موجوده عند الصيدلي بتقول له انا اخذت في انفلونزا، ببعث لك الدواء المناسب لجيناتك، هذا الدواء. ولكن ما اهم من ذلك الارتفيشال انتليجنس سيؤدي الى منع المرض. عندما يولد الطفل نستطيع ان نكتشف ما هي الامراض التي سيصاب بها ونمنعها من خلال السيكونسينج اوف جينز. ولذلك انا تكلمت مع مركز السرطان اللي انا بتبرع لهم براتبي منذ تعينت، ورفضت يمكن تعرفوا انه انا افتخر باني ما باخذ راتب من الدوله ولا من تفعيل الضرائب، راتبي من اول يوم في الجوله الماضيه وهلا بيروح مباشره لمركز السرطان. برافو. قلت لهم يجب ان تبداوا بانشاء مركز للخارطات الجينيه لكل مواطن. كيف بيموت؟ كيف بيموت؟ يعني حيمنع المرض اللي الاداه ساعتها بيكون في انحلال الجسم مش مرض بيموت، والعمر راح يكون بين 150 و200 سنه افريج ايج، والمرض وتمنع المرض من خلال اكتشاف انه انت راح تصير تصابي فيه، انا راح اصاب فيه. فبالتالي نحن نتكلم عن نجد ان نعمل عمليه توعيه، اذا بدك تهتم في الموضوع خبراء المستشفيات، أطباء، خبراء الصيدليين، كيف وما هو أثر الارتفيشال انتليجنس على الصحة، على البشر، على الأدوية، على المستشفيات. أنا بحكي لك أنا على أول عمل عملته كمحاسب قانوني، ما عادش في سكر محاسبين قانونيين، فيش أوديتر، مهنة الأوديتر ستنتهي. ليش؟ في شيء اسمه معايير المحاسب الدولية، معايير المحاسبة الدولية اللي أنا على مجلسه اللي بصير المعايير موجود بروجرام بتحطه في الكمبيوتر بشوف لك إذا من الله ما بدك تطبق. Thank you. لا الدنيا كلها مش غريب كلامي، قبل زمان كان عندك بوسطجي، وين البوسطجي؟ صار اسمه واتساب. مستر أبو غزالي thank you very much، احنا مستمتعين كثير بالحوار بس مع الأسف ولضيق الوقت رح ناخذ هلا آخر سؤال. آخر سؤال رح يكون الرئيس وائل لو سمحت. وائل عكيوت رئيس نادي روتري عمان. سعادتك سؤال صغير يا ريت تجاوبني عليه، كرجال الأعمال والمهنيين في الأردن بالنسبة للعالم احنا شو نسوي؟ نهاجر يا خطيبة ولا سؤالك هو برنامج دراسة جامعة القدس، كل واحد والدولة تدرس الوضع العام، ما في ما بقدر أعطي جواب واحد. أنا عم بدرس شو عمل أنا عم نعمل
شكرا. ثانك يو مستر ابو غزاله. شكرا للزملاء والضيوف الاعزاء. الزميل الرئيس السابق ياسر سمارة، تفضل بشكر الضيف. مساء الخير. اول شيء انا بتقدم لزملائنا الرؤساء بالشكر لمنحوني شرف شكر سعادة الدكتور طلال ابو غزالي. طبعا هلا كلنا بنعرف الدكتور طلال ابو غزالي له عدة القاب، منهم الدكتور طلال ابو غزالي رئيس ومؤسس مجموعة طلال ابو غزالي، سعادة العين طلال ابو غزالي. بس انا حضيت بثلاث القاب تانيين في من طلال ابو غزالي. اول لقب اللي هو المعلم، كوني انا كنت احد موظفين مجموعه طلال ابو غزالي. ثاني لقب ثاني لقب يسعدك ربي معلم. ثاني لقب وهو السفير، لما استقلت من مجموعه طلال ابو غزالي اعطاني لقب سفير له شخصي وسفير للمجموعه، وان شاء الله اكون عند حسن الظن معلم. ثالث لقب واجمل لقب وهو الوالد، لانه المعلم بحياته كان يناديني يا ابني. فانت ما عندك بس اربع ابناء معلم، انت عندك كثير ابناء. نبدا الشكر في بيت شعر للراحل الشاعر محمود درويش: على هذه الارض ما يستحق الحياه. تاريخ 22 نيسان 1938، اديب توفيق رزقه بمولود سموه طلال، ومن هنا بدأت القصة. رحلة حياة طلال أبو غزالي بسيطة التفاصيل، معقدة المسالك، فواهة التذكار، قوية الأثر. ولعل الحكمة الكامنة وراء تلك الحياة لا تضل التحديق ولا تتردد، فالأنهار التي تنتظرك الآن تخوض فيها دائما الأجمل. الأب طلال، هل تذكرتم كم استمرت رحلتكم من يافا إلى صيدا في عام 1948؟ حيث قلت: أصبحت لاجئا مهجرا في لحظة واحدة، شعرت بألم اللجوء، كيف كنت أعرف في بيتنا ومزرعتنا، وكيف انقلب الحال إلى هذه الطريق، لا نملك شيئا. بهذه العبارة يلخص طلال أبو غزالي ما وجد بداخله. على صغر سنه تركز همه كيف يغير النقمة إلى نعمة. من شخص بدأ حياته ببيع الآيس كريم والخضروات ويعلم الدروس الخصوصية باللغة الإنجليزية، وعمل في معهد موسيقي، حيث الآن أصبح أكبر ومؤسس لمجموعة طلال أبو غزالي الدولية. وهنا حيث قال: تعلمت أن التنافس مع الذات أفضل تنافس في العالم، وكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما بالأمس ولا يكون غدا كما هو اليوم. في منزله ثم حقيبة كبيرة فيها ردود جميع الشركات اللي رفضوا تعيينه بعد ما تخرج من الجامعة الأمريكية، بعد ما احتفظ فيها. الرجل الذي قال يوما: كنت سعيدا بمعاناتي التي اعتبرها انتصارا على ظروفي. وهنا يوجه طلال أبو غزالة نصيحة مهمة للشباب: إننا أمة عظيمة ولنا حضارة عاشت آلاف السنين، ولدينا قدرات بشرية واقتصادية وطبيعة ودينية، فعلى الشباب العربي أن يخدم وطنه بالعلم والمعرفة بدلا من أن يكون عالة عليه. هكذا انطلق طلال أبو غزالة ليحقق أحلامه وأحلام المؤمنين به ويصنع النجاح. أبو غزالة ما زال يرسم هذا العالم بالألوان الأفاق بروح الفنان الشاعر. أما بالنسبة لي شخصيا، لو لم أكن يوما موظفا في طلال أبو غزالة لما كنت الآن بينكم. من خلال عملي في مجموعة طلال أبو غزالة تعرفت على الزملاء طارق حماد وعلى محافظنا السابق مصطفى ناصر الدين الله يرحمه، ومن خلالهم أصبحت عضو في نادي روتري عمان فيلادلفيا. باسمي واسم جميع الرؤساء والزملاء الروتريين نشكر ونتقدم بالشكر الجزيل للأب طلال أبو غزالي، وشكرا. لتتفضل رؤساء الأندية لتقديم درع الشكر للضيف.